مرحبا أصدقائي، ها قد عدت مجددا بحلقة جديدة تحت عنوان كيف تفك الضغط على الملفات الرار أو الزيب في أجهزة الأندرويد. لقد وضعت لكم رابط تحميل التطبيق، إنه بسيط وسهل الاستعمال. الآن سندخل إلى التطبيق. بعد الدخول إلى التطبيق نتذكر مسار وضع الملفات التي نريد فك الضغط عنها. نذهب إلى App One Level ما إذا كنا وضعناها في الإس دي كارد، ثم ضغطة أخرى على App One Level، وهذه هي الإس دي كارد AXD إس دي كارد. نضغط عليها ثم نختار الملفات التي نريد فك الضغط عنها. كما تلاحظون هنا أنا سأختار هذان الملفان، وهذا الشرح موجه خصيصا للأخ مايسترو الذي سألني عن كيفية فك الضغط عن ملفات الرار. ثم تضغط أخي هنا فوق على هذه الخانة، تضغط ضغطة ثم أوكي. الآن تنتظر فك الضغط عن الملفين. تذكر جيدا اختار الملفين معا ثم فك الضغط عنهما. الآن وبعد انتهاء فك الضغط سينبثق لدينا ملف بهذا الشكل. انتقل إلى الفايل إكسبلور لنفهم جيدا، ثم ندخل إلى الإس دي كارد. ثم سنزيد الملف بهذا الشكل هنا كما ترون. هذا هو الملف الذي فككنا عنه الضغط. انتهى الشرح هنا لهذه الحلقة. الآن تابع معي أخي مايسترو لكي تفهم كيف ستثبت البيس 2012 على التابلت لديك. بعد أن تحصل على هذا الملف تقوم بنسخه هكذا، ثم إلى ذاكرة الهاتف، ذاكرة التابلت كما تقول أنت، ثم الأندرويد، ثم إلى OBB وتقوم بنسخه هنا. أنا كما ترى هنا فقد نسخته سابقا. وبعد ذلك تذهب إلى ملف اللعبة وتثبته كما قلت لك سابقا، وأيضا تفعل الواي فاي. يجب عليك أن تتوفر على واي فاي ثم تمتع أخي باللعبة. أتمنى أصدقائي أن تعجبكم الحلقة وتقوموا بتعليق تحفيزي وأيضا بالإعجاب بالفيديو. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.